أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج ديوان الملة. اليوم حلقة مميزة، راح نتكلم عن الشأن الإماراتي والشأن الخليجي والشأن العربي، خاصة مع ضيفنا الكريم العزيز علينا من دولة الإمارات العربية المتحدة. راح يكون معنا أخونا العزيز سعادة الضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي. مرحبا فيك سعادة. مرحبا أبو أحمد، وسعيد تواجدي مرة أخرى معك يعني. وأول شيء أحب أقول من هالمنبر أنا أعتذر لأني وعدتك كم مرة، ونظرا لانشغالي أخلفت بالوعد، فاعتذار لك خاص يعني. وخيرا هيت الآن، ومن خلال أولى برامجنا من خلال الإسكاي. أخوي ضرار، على أساس ندش في المواضيع المهمة ومشاهدينا قاعد يتابعونا، أخوي ضرار أنا أسألك بكل أمانة، الكل يحسدكم، شنو سر النجاح دولة الإمارات في أزمة كورونا؟ الأسس اللي قامت عليها في النجاح في مواجهة أزمة كورونا على الصعيد العالمي، وأيضا الكل تابع أيضا العطاءات الإنسانية في أزمة كورونا. هناك دول رفضت أن تقدم المساعدات، لأن الإمارات استمرت في تقديم المساعدات. وين سر النجاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بتواجدي معك المرة الثالثة. في البداية يعني هذه أزمة، أول شيء لازم نعترف لم يكن الجميع مستعد لها، أزمة كانت مفاجأة للجميع. طبعا هناك دول انهارت بسبب هاي الأزمة، وبسبب يعني ارتباك بعض الدول، بسبب يمكن عدم جاهزيته. السبب الأول أنا أشوف أن الإمارات تمكنت ونجحت في هذا الشيء، تكاتف كافة العناصر اللي موجودة في دولة الإمارات، من الأجهزة الأمنية إلى الأجهزة الطبية إلى النقل إلى الشرطة إلى كافة الأجهزة، تكاتفت وعملت بيد واحدة من أجل الإمارات. وهناك تنسيق على أعلى المستويات. هذا أنا أشوف هذا السبب الأساسي، وقد يعني حب المواطنين الإماراتيين. وأيضا يعني يمكن أنا بقولك شيء، أنا تفاجأت في كنت ماسك التطوع يعني في أحد الأيام نحن ياسين نجهز المحجر الطبي، وكان موجود إماراتي من ضمن المتطوعين، إماراتيين ومصري وسوري وفلسطيني وهندوس وسيك وباكستاني وبنغالي وفلبيني. يعني أنت تأخذ هاي الكومبينيشن، التشكيلة هاي في الواقع مستحيل تعيش مع بعضها أو تحصلهم متجمعين مع بعضهم. فكان حب يعني سؤال يعني كإعلامي في عندنا فضول، قلت شو اللي خلاكم أنتوا تتجمعون وتشتغلون بشغف في حين أنتوا في الواقع يعني معروف أنكم أنتوا خلنا نقولها بالعامية ما يتقابسون أصلاً. كانت المفاجأة، الرد يعني كان مفاجأة لي، قال لي نحن بلادنا رفضت تستلمنا وما عاملونا لكن المعاملة اللي حصلناها في الإمارات كانت مميزة. يمكن بعطيك إياها حسن حقك، نحن من ضمن المتطوعين كان معنا مهندس بريطاني عمره فوق 60 وزوجته معلمة و18 سنة موجودين في الإمارات. أنا قلت له أنت فوق 60 يعني ما أصر هو وزوجته، لأنه يقول نحن بريطانيا رفضت في هذاك الوقت وأنتوا استقبلتونا وأنتوا عملتونا ونحن مستعدين نشتغل. وكان يعني يداوم في مطار الشارجة، وبعد الدوام هو وزوجته يجون يشتغلون بإيدهم، ما عندهم أي مانع، حبا في الإمارات. وللعلم يعني زوجته أصيبت بالكورونا، ولكن هاي الإصابة يعني حفاوة المتطوعين فيها، حفاوة الجميع فيها، سؤالهم عنها، إرسالهم المسجات لها، اللي يرسل لها باقة ورد، اللي يرسل وهي موجودة، يعني يمكن شل هذا الجزء. هذا التكاتف والتعاضد اللي استوى أعتقد جزء كبير من انتصار الإمارات على كورونا. يمكن يعني أخوي تفضل
تفضل تفضل. يمكن ازيد النقطه، يمكن سبب النجاح هو قضيه تطبيق مبادئ التسامح، التسامح، الأخوة داخل المجتمع الإماراتي بكافة الأطياف بكافة الجنسيات. يمكن شاهدنا من خلال متابعة الأخبار بالإمارات أن هناك كل فئات المجتمع بالوافدين وماذا كلهم اتحدوا لمواجهة أزمة كورونا. ما تعتقد أن زرع مبادئ التسامح هي أحد أسباب النجاح؟ نعم نعم 100%. زرع مبادئ التسامح كان له دور كبير جداً في خلق هذا التلاحم المجتمعي اللي موجود. أعتقد يحتاج له وقت عشان تخلقه، يحتاج نوع من الثقة المتبادلة بين المجتمعات والطوائف خلينا نقول والجنسيات الموجودة. يعني في دولة الإمارات 200 جنسية، كيف بتخلق الولفة بينهم لدرجة أن تحصل الباكستاني يساعد الهندي الخاص السيك وهذا، وهم في الواقع في بلادهم مستحيل يتقابلون مع بعض وجه لوجه غير ما تخلق تستوي مشكلة. لكن هنا عاشوا مع بعض وساعدوا مع بعض. ويمكن نحن اكتشفنا بعض مجموعات، يعني خلنا نقول نحن كانت منطقة نايف من المناطق الموبوءة، لكن انك انت تسكر المنطقة بالكامل تاريخ 9 وترجع تفتحها تاريخ 26 بعد 5 أيام من صفر إصابات، أنا أعتقد هذا نجاح كبير لكافة الأطراف اللي شاركت في هذا. وأصبح يعني هذه التجربة اللي تم تطبيقها في منطقة نايف الرأس نموذج تم تطبيقها في بعض المناطق، وأعتقد بنجاح تام. ممتاز. ضرار أخوي، ليش أنت دائما تهتم في موضوع الهوية الوطنية؟ دائما اسمك يرتبط بالهوية الوطنية، لماذا؟ يمكن هذا شغف وحب موجود عندي يعني، وأنا دائما أحاول أغرس هذا الشيء. طبيعة عملي يمكن تطلبت، والمشكلة يعني ساعات أنت تتعمق في القراءة، وبتعمق في القراءة والاطلاع على الهوية الوطنية يعني يوصل للبعض حتى يوصفك بأنك أنت وايد تنحاز لهويتك. يعني أنا بعطيك مثال، أول ما بدينا نحن نتكلم قالوا الهوية الوطنية، فقلت لهم من زين أي هوية نحن نتكلم عنها؟ فلازم تغيير المسمى، الهوية الوطنية الإماراتية، نحن هاي هويتنا نحن لازم نعتز فيها. ومن هنا بدأ المصطلح للعمل عليه. الحمد لله يعني حتى في المؤشرات الاعتزاز بالهوية الوطنية الإمارات تقدم عن كل شيء، وأعتقد أن هذا نجاح كبير لنا، كان جزء كبير منه في نجاح فكرة يوم العلم واللي أصبحت وأيضا يوم الشهيد وفي ضرار ضمي يعني. ويوم الشهيد وبعدين يعني أنت لو تحسبها أبو أحمد هي عبارة عن شهر من الأيام الوطنية، تبتدي بيوم العلم بعدين يوم الشهيد بعدين اليوم الوطني، أنت خلال هاي تنجح في خلق جو من الوطنية والفعاليات. فأنت إذا أنا أؤمن بشيء واحد، إذا نحن نجحنا وخلينا مؤشر قياسنا ليس داخلي ولكن بالأعمال اللي نسويها نحن هنا بننجح. وأعتقد هاي الأعمال كانت ناجحة، ويمكن الحمد لله شهادة أنا اعتز فيها في إحدى الأيام كان العد موجودين، وكان أمريكي عمره 10 سنوات هو صديقه واقفين، وكان في يوم العلم والشيخ موجود فطاح العلم من إيده، فكنت أنا واقف معي وزير فشل العلم بسرعة، وربيعه بدأ يلومه لا يجوز وما أدري إيش يتكلمون وهذا، ونحن واقفين وراهم ولا كلمة نسمع الحوار الشيق اللي دار بينهم. فقال لي معالي أبو محمد وصلت الرسالة، فقلت له كيف؟ قال إذا هذا الأمريكي المقيم 10 سنوات يتحدث عن أهمية العلم ودوره ويلوم صديقه لأنه سقط من إيده، أعتقد نحن كيف بيكون تأثيره على الإماراتي؟ وهذه هي النجاح، هاي القصة يعني بدأت من هذا، وهذا هو النجاح الحقيقي للجمال الوطن.
في أيضا من الأدوات الرئيسية في الهوية الوطنية والانتماء الوطني هي قضية التطوع. التطوع يخلق الإيجابية داخل المجتمع. تتكلم لي على النقطة هذه ويدرار. الحمد لله يعني المؤسسة لعبت دور كبير في الفترة هذه في موضوع التطوع. كنا في السابق يعني نشتغل، لكن نحن جينا قدام خلنا نقول محك وواقع يجب أن يتم تفعيل دور العمل التطوعي. نحن لازم نعترف ونشوف الدول الثانية كيف تعمل. نحن مشكلتنا البعض يأخذ التطوع أنه عمل، لا، التطوع لازم يكون نعترف فيه أنه بدون مقابل، وهذا الإنسان أنت تهب نفسك في العمل التطوعي. ما شاء الله في الكويت نحن شفنا ناس متطوعين من ضمنهم شيخات وشيوخ اشتغلوا فيها. العمل التطوعي إذا ما مارسته لن ما بقول تستمتع، لن تتلذذ في هذا الشيء. يعني نحن مرة في رمضان، يعني أنا بعطيك على سبيل المثال، سوينا قالوا المشروع اللي كان عندنا إفطار صائم، فقلت لهم نحن خلنا نغير الموضوع، نحن من هم المحتاجين للإفطار؟ فوصلنا ل يعني مثل عصر ذهني إلى العمال. زين، نحن خلنا نكون التارجت مالنا والمستهدف مالنا العمال. العمال في هذا الوقت يكون رادين من هذا رايحين السكن وطبعا زحمة فخلنا نسوي لهم في مناطق يون خيام كبار ينزلون يفطرون، وبشرط لا يكون هناك تمييز بين أي جنسية، مسلم مسيحي هندوس سيك، الكل يفطر مع بعض، ونحن بندخل معه في وقت إلين قبل الفطور خلنا نسوي محاضرة وليس يعني دينية بس 50% و50% عن التعايش، ونفعل هذا الدور في هذا الشيء. للعلم هناك البعض أسلم بسبب هذا. يعني أنت تصور هذا العامل البسيط، عامل البناء، يوم يشوف يعني أنا أشكر الشيخة لبنى نزلت معنا وكانت وزيرة، وأيضا معالي عهود رون وزير السعادة، فكانت تقول لي أبو محمد أنا مستمتعة في هذا العمل، فخلوني أشتغل بروحي وجهز لهم الوجبة الفطار، وكانت هي تسلمهم. فهذا تأثيره أن أنت شوف هاي وزيرة وهاي شيخة هي اللي تقدم لك الطعام وهي غذلها، فكان تأثيره كبير جدا على وهذا قدر أهمية الهوية الوطنية والانتماء هذه النقاط الرئيسية هي اللي تزرع حب التطوع وخدمة الوطن دون مقابل. أخوي ضرار أيضا بديش على محور ثاني يمكن تحب المحور هذا، محور الإعلام. محور الإعلام، هل انتهى المحور الإعلام التقليدي، التلفزيون الحكومي أو حتى التلفزيون الخاص، الصحافة الورقية؟ هل أصبحنا اليوم في عالم منصات التواصل الاجتماعي والخبر أسرع؟ قد تكون أخبار في مجرد إشاعة، لكن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل هي التي تصل إلى قلوب المجتمع وقد يصدقها البعض ولها تأثير إما يكون إيجابي أو ضار. هل انتهت الصحافة الاعتيادية النمطية اللي احنا نعرفها؟ أنا ما أعتقد انتهت، ولكن الصحافة أنا من اللي خلنا نقول أحب أمارس الاثنين. يعني أنا أحب الأشياء الورقية والكتب وهذا، يعني لدرجة أن أم محمد تقول طلع الكتب مالك برا من البيت لأن غرقت البيت بالكتب، وما تصير أي معرض كتاب تجيب لي خلنا نقول شحنة كاملة من أو في السيارة ترسلنا كتب وما في مكان في البيت. فأنا من عشاق الكتب الكتاب والكتاب خلنا نقول والورقي عشان أقول لكم بها. يعني ما زلت تقرأ الجريدة أبو محمد؟ ما زلت تقرأ الجريدة الصبح؟ أفضل الجريدة، أفضل الجريدة الصباح. هاي لازم يعني طبعا نحن هنا بايكي نقطة، هل هو مطلوب من الإعلام التقليدي أن يبقى تقليدي ومقيد فيه أم يطور من أدواته لهذا؟ الآن أنا بعطيك مثال البيان وهي الصحيفة اللي أنا أكتب فيها دائما. البيان طورت نفسها، يعني نحن في هاي ظل الجانح، البيان منعوا تداول الأوراق لأن تنقل العدوى، تحولت إلى رقمية
صحيح. وتحولها إلى رقمي، لم يكن بس إن بي دي اف لا، لجأت إلى تفعيل الجانب المالتي ميديا عنده، الوسائط والفيديوهات القص، ففي هذا اكتسحت البيان والرؤية أيضا، تحركوا بشكل كبير. هنا يعطيك مدى أنت استجابتك، الرأي العام يبغي الخبر البسيط عشان يتحرك، ولكن أيضا بحاجة إلى الخبر المصداقية. إذا أنت كجريدة رسمية وتلفزيون رسمي لم تواكب التكنولوجيا، ستبقى كتلفزيون رسمي أنت تقدم أخبار، وهذا هذا وقد تكون أخبار نطاق عملك، قد تكون أخبار متأخرة لمدة ساعات. نعم نعم ممتاز. يعني أنت تدعو لتطوير الصحافة الورقية إلى تتواكب سرعة تناقل الأخبار من خلال منصات التواصل، وأنا أيدك فيها. الحين تنطي تطبيق فضل. يعني الحين مثل البيان أنا منزلنا التطبيق، السرعة وين بتسوي أن أنا عندي نوتيفيكيشن تنبيهات تيني على أي خبر، وأصبحت السرعة هنا الجريدة تحولت إلى على معظم الوسائل الإعلامية الوسائل لازم أنت تواكب الحال. لا يعني أنا المشكلة يعني بعض أخواننا الإعلاميين ينغلق على نفسه ويقول لك لا الأخبار التقليدية وما أدري إيش ونحن أوكي صح، لكن أنت بتم منغلق على نفسك، قطار التكنولوجيا بيمر عليك ينغلق على نفسك ويضرار، وأيضا لن يتابع الناس هي. اليوم تدور على السريع، ممكن ينتظرون أخونا أبو محمد من خلال تويتر أو من خلال مقالة التحليل السريع للموقف السياسي او الاجتماعي او الاهداف اللي تقصد. انا بقول خبر، نحن خلينا نعترف نحن ك كعرب بالذات نبغي شيء هذا الخبر السريع شيء بسيط والمختصر، والمختصر ما فينا نقرا ثلاث اربع صفحات وهذا، عطني شكل ما يقولون عطني زبده بس عقب بتفيق اذا انا مهتم بقرا الخبر كامل. ممتاز أبو محمد، مدام دخلت على هذا المحور قبل ما أروح المحاور الساخنة بعدها، إحنا ما زلنا ما دخلنا على المحاور الساخنة، لكن ما يضايقك المثقف العربي الإعلامي العربي الذي يعرف حقيقة ما يجري في واقعنا ويختبئ في بيته ويقول أنا سأبتعد عن الساحة الإعلامية حتى لا أشتم من طرف آخر ويسيء لتاريخي؟ هل هذول الإعلاميين الآن بعد ما صارت واضحة المجتمع أن يعودوا ثانية، ألا تعتقد أن نطلق عليهم بعض، اسمح لي بهذه الكلمة وأنا أتحمل مسؤولين، بعض الإعلاميين العرب كانوا جبناء في مواجهة الكثير من المخططات اللي كانت تسيء لدولنا؟ نعم، هناك البعض فضل يعني مثل نظرية النعامة يدفن راسه. أنا ليش لي أدخل في موضوع وصراعات وهذا، أنا علي في الجانب الثقافي، علي في الجانب ما أدري إيش، لا أتدخل في هالمواضيع. أنت لا تدخل يا أخي، بلادك تعاني من الأمرين، هناك ضغط كبير علينا، هناك هجوم، هناك تبادل. لا يعني المشكلة أنا بجيب لك إياها بوضوح وبصراحة، المثالية الزايدة، ويعني وصلت لدرجة المثالية لديهم أنهم يتصنعونها. في الواقع أنا أقول لك البعض منهم من يقول أنه هو مثالي، لكن يا أخي نحن عارفينك. أنا حتى مرة قلت حق واحد يعني يتحدث بالمثالية ويتكلم وهذا، فقلت له فلان الله يخليك ممكن تسكت؟ فقال لي ليش؟ قلت ترى احنا دافنين السوء، احنا مثل عندنا يقول لك دافنين السوء، نعرف البير وغطاه، فلا تدعي لي انت المثالية وقال الله وقال رسول وانت بروحك في مالة. فنحن مشكلتنا، وانا دائما اقول انا لست بمثالي، وانا انسان اليوم اضحك وياها وبكتب انكت وبقول اللي في خاطري، انا اعيش حياتي انا، ولا لاجل ضرار وليس لأجل فلان وفلانة عشان والله يقولون والله هذا. لا أنت يعني، أنا مرة سألني واحد قال لي أنت عضو مجلس وطني،
وتتكلم. قلت أتكلم ليش؟ شيء يعني عضو مجلس وطني ممنوع عليه؟ بالعكس أنا مطلوب مني أتكلم ومطلوب مني أناقش الوزير ومطلوب يكون صوتي، لكن بعد مو مطلوب مني أني أنا أكون إنسان جماد وتخلق يعني قيادة إعلامية أبو محمد عفوا، وتخلق قائد إعلامي يستمع إليك الكثير من يتابعونك. لازم تكون هناك قيادة إعلامية يتبعها. كهو أسلوب أنا بعطيك مثال واحد ذاك اليوم شو قال؟ قال يا أخي أنت لازم تتكلم بالفصحى. قلت لي ليش؟ جي أنا منو قال لك يعني أنا مولود يعني أيام الجاهلية ولا شيء؟ أنا بتكلم بلساني أنا وبطبيعتي وبسليقتي اللي أنا تعودت أرمس عليه، واللي تعودوا الناس يعرفون أبو محمد كيف يتكلم. أنا بتكلم بهاي الطبيعة وأنا خلقت بهاي الطبيعة. تبغيني أهلا وسهلا، ما تبى نفس الشيء هكل باب. ممتاز أبو محمد. يعني تتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، يقول لك الإمارات لها أحلام وتوسعات سياسية في المنطقة والدليل تدخلها في الكثير من الدول. شنو ترد على هالنقطة هذا أبو محمد؟ هذا اتهام معظم يعني وجهات النظر، يقول لك الإمارات لها توسع. نحن عندنا مثال يقول لك بالعامية بالإماراتية خريطة ميمع تعالوا تسمع. هذا هم الرمسة قالوا في اليمن وبيت ما أدري شو بيحتلون وهذا. زين طلعنا هذا، نحن خلصنا الموضوع اللي علينا وسلمناكم إياه. يلا وين أنتوا تعالوا سووا شيء؟ ما سووا شيء. سوينا في ساعدنا الأخوان الليبيين قالوا ما أدري إيش هذا. زين وينهم أنتوا الحين؟ دارين ويا تركيا؟ وتركيا وين وليبيا وين؟ عشان شو؟ ترى وضحت مطامع أردوغان في البترول الليبي. ولكن الحمد لله يعني الإمارات، شوف الإمارات أبو أحمد، الإمارات واضحة وضوح الشمس. ونحن عندنا، نحن نقول لك عندنا نحن هدف وبنوصل له. أنا بعطيك مثال، أول ما أعلن الشيخ محمد موضوع رائد الفضاء طلعوا بعض الجماعة وخاصة اللي عندهم بيننا وبينهم مشكلة صغيرة جدا، فما في داعي نتكلم عنها ولا شيء. لا صغيرة وايد صغيرة أصلا، يعني حتى أنك أنت ما تبغى تتكلم عنها لأن تشوفها يعني بتلوث لسانك يعني فيها. فأنت بإمكانك إلين إحنا ما وصلنا، وصل هزاع المنصوري ونزل وهم يارسين يشككون ولا والأمريكان يقولون هذا ما يعتبر رائد فضاء. يا أخي نحن سرنا ونزلنا، أنت بعدك تحت يالس وخلصنا، والحين إن شاء الله بعد كم يوم مسبار العمل رايح المريخ وأنت بعدك يالس ترمس وتتكلم والإمارات عندها أجندة. نحن عندنا أجندة ما أنكر، بس أجندة لأهدافنا نحن وأهداف خيرية وأهداف. أنا بعطيك مثال، مشروع محمد للقراءة، الشيخ محمد تحدي القراءة، كم وصل عدد اللي هم شاركوا فيه؟ ملايين. بس لا. انت لو تفكر في يعني انا كم واحد يتكلم يقول لا يعني شو، قلت له انت فكر هاي الفكرة البسيطة من عند الشيخ محمد كم خلت الناس يقرون وتسوت مسابقات وتسوت تحدي بين المدارس، شجع القراءة. لان نحن كنا يعني امة تقرأ، لكن الحين سوينا ما نقرأ، مو ما نشوف اي شيء. لكن بهذا المشروع البسيط أعاد الفكرة إلى المجتمع. مشروع مليون مبرمج عربي، شو الهدف منه؟ أن توصل لمرحلة ترتقي بالشباب اللي عاطلين عن العمل. يعني هم بدل ما يتكلمون ويقولوا لك والله الإمارات عندها أجندة، يا أخي أنت بدل ما تودي شبابنا في على قولتكم الجهاد، أي جهاد هذا اللي سوونه تسببوا في ضياع الكثير من البيوت والشباب في القتل وهذا، تفكر في مشروع يخدم الإمارة. دمرونا والله دمرونا. حتى لما دعمت دول يعني لما صار الدعم لإخواننا في مصر قالوا أيضا الإمارات لها أطماع في مصر. هذه يكذبون الكذبة ويصدقونها للأسف. مو بهذا أنت يعني تشوف لو مو بوقفة الإمارات والسعودية والكويت في ضد المخطط اللي كان، أنت تشوف سيناء إلينا الحين مصر تعاني بسبب الإرهابيين اللي دخلوهم، إلينا الحين تعاني. يعني أنت بإمكانك حساب وتصور الأعداد الإرهابيين اللي دخلوا في سيناء،
يعني لين الحين مصر على قد ما حاربت قد الجيش المصري ما قتل فيه ما في فايدة ما زالوا. يعني معناته ان العدد اللي دخل سيناء ودخل مصر عدد كبير، والحين يبي لك عن طريق ليبيا شو عشان والله أردوغان بدل هذا هو طريق الطريق هذاك ما يسمونه تدخل ذاك يسمونه مساعدة مساعدة لا هذا لهم. هذا هو الطريق إلى القدس، الطريق إلى القدس مو بأقصر إلى القدس من هذا لا أصبح الطريق إلى القدس عن طريق طرابلس عن طريق بعدين بيوصلها إلى القدس. وين أذنك يا جحا وين أذنك يا جحا؟ أساس يسيطرون على النفط والغاز نعم. الليبي نعم. للشعب الليبي. أبو محمد شنو قصة أنت ذكرت مرة عن موضوع اللوب الخليجي اللي يقود السفير دولة الإمارات يوسف العتيبة؟ شنو الموضوع هذا؟ شوف نحن أمريكا واشنطن بالذات عبارة عن لوبيات ولوبيات كل حد نحن بالعمي يقولك ير القرص صوبة فكل حد يشتغل. نحن اللوبي الأضعف اللوبي العربي هو اللوبي الأضعف. عندك اللوبي الصهيوني عندك اللوبي لازم تعترف اللوبي الإيراني بعد لوبي قوي جدا. في عهد أوباما كان ما أذكر أنا طلعت كم حوالي 100 وشيء من الإيرانيين كانوا يعملون في الإدارة الأمريكية. هذا شوف تأثيره على القرار الأمريكي شوف كيف كان يتحكم فيه كيف شلوا عن هذا بسبب وجود اللوبي الإيراني. الآن الهجوم اللي يحصل من الأخوان وجارة السوء اللي عندنا والإيرانيين على والأتراك على سعادة يوسف عتيبة لأنهم عارفين قوة هذا الشخص ويعتبر حسب الأمريكان ما وصفوه أقوى وزير هناك لأنه يتحرك بدبلوماسية وله علاقات قوية. فلهذا هم يشاهدون الخطر ويشوفونه وعارفين أنه بدأ يتحرك تحركات صح ويقدر يوجه وهو شغال مع السعودية مع الكويت والبحرين. نحن يكون اللوبي مالنا قوي في ويؤثر على اتخاذ القرار الأمريكي لصالحنا بدل ما يكون ضدنا. طبعا هذا أمنية عندهم إذا كان القرار لصالح تركيا أو لصالح إيران فهم أمنيتهم. يعني يمكن أبسط مثال نجاح. ومش نجاح إذا كان تركيا أبسط مثال نجاح. إذا نجح نجحنا في إدانة الأخوان المسلمين وإدراجه ضمن المنظمات الإرهابية أنا أعتقد هذا نجاح كبير ونكون قضينا عليهم بداية راح يصدر قرار إن شاء الله في أنا متفائل إن شاء الله إن شاء الله. زين نفس السؤال نفس الالتهاب محمد يعني دائما يقولون الإمارات موجودة في مصر موجودة في كل الساحات السياسية اليمن مصر ليبيا غيرها ليش هالنهج ليش ما تكون مثل الدول الثانية؟ أنا اهتمامي فقط في دولتي ما أبي أساعد الدول اللي تحتاج مساعدة الدول العربية شنو النهج هذا؟ نحن شوف دائما نفتخر في هذا الشيء نحن عيال زايد يمكن نعم. نحن عيال زايد وهو بالنسبة لنا الأب الروحي للعمل الخيري. في ظل هذه الأزمة الكثير من الدول انغلقت على نفسها وحدث ايضا يعني بامكانك تشوف المانيا سحبت بعض الاشياء اللي كانت سايره لتركيا اللي سايره لايطاليا تركيا اظني اخذت ما ادري مال اي دوله واستوى مناوشات على هالموضوع. الامريكان استولوا على دفعوا ثلاثة اضعاف واستولوا على اجهزه التنفس اللي كانت سايره لفرنسا في حين ان الامارات اي دوله كانت تطلب مساعدة الإمارات أول دولة تقدم لها وترسل لها. وكان نقاش أيضا كيف نحن دولة الإمارات الكبرى مترشين مساعدات لبريطانيا نحن ما يعني هذا لازم تعرف مفهوم القوة الناعمة نهج العمل الخيري نهج الخيري موجود وأيضا أنت بعد والتسامح ولا تنسى أنت إذا تلعب سياسة هذا أفضل دور. هذا الإنسان في يعني أنا بعطيك مثال البوسنة كان لها تأثير قوي يعني مأثرين عليها الأتراك والإقطريين في وقت الأزمة أين هم وينهم
برا ومنها وهذا، لكن منو الدولة الوحيدة اللي ساعدتها؟ الإمارات. هذا ترى يعطيك أيضا كريدت في المستقبل أن هذه الدولة تفكر، ترى الجماعة هذه لما نسوني يظل الأزمة هم من اللي وقفوا معايا. ونحن موضوع الدليل. العمل الخيري الحمد لله من أيام الشيخ زايد، وأنا بعطيك مثال واحد من الأمم المتحدة قال أيام الصومال يوم كانوا 12 دولة موجودة من ضمنهم الإمارات، ما قدمته الإمارات يفوق ال 12 دولة، ولكن لا تتكلم عن هالموضوع. ولكن الآن لا تنسى ألبانيا لازم. يوم الشيخ زايد الله يرحمه بنى مدينة كاملة وما زالت موجودة في البوسنة والهرسك بعد نفس الشيء. نعم زين أبو محمد، انسحاب القوات الإماراتية من اليمن اعتبر البعض مثل الإخوان والحوثي والحرس الثوري اعتبروه خسارة إماراتية، وطبعا ضربوا على وتر أن هذا خلاف إماراتي سعودي. شنو تعليق؟ هذا مو بغريب عليهم، لأن هاي هي الأسطوانة المشروخة اللي دائما يرددونها ويتحدثون فيها. الإمارات يعني واضحة وضوح الشمس، خلصنا نحن المهمة اللي علينا، حررنا الأراضي 85% سلمناهم خلاص. نحن بعد يعني عيالنا أولى، فخلهم يردون بلادهم، سووا المهمة، يلا ديروا أنتم. انتهت المهمة. لا توجد لدينا أطماع، لا توجد لدينا أطماع عندهم. نحن سوينا على خلاف سعودي إماراتي، لا يوجد خلاف سعودي إماراتي، ولكن هالخلاف موجود في عقولهم الضيقة. دائما هناك نقد لدولة الإمارات أبو محمد، يقول والله الإماراتيين يدعون إلى محاربة الحرس الثوري والحرس الإيراني الثوري والحشد الشعبي ومحاربة السياسات الإيرانية التوسعية، والإمارات هي أكثر دولة تتعامل مع إيران. شنو تعليقك على النقطة؟ نحن خلنا نقولها بطريقة ثانية، نحن عندنا خلاف مع الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني والحرس الثوري، وليس مع الشعب الإيراني. الشعب الإيراني مغلوب على أمره، وفي لازم نعترف إن نحن في علاقة بينه وبينهم قديمة، صح مبود وبين فترة وفترة، لكن الشعب الإيراني شو ذنبه أنت تعاني في ظل الأزمة؟ يعني على قد ما أساءوا لدولة الإمارات، الإيرانيين اتصلوا يسألون كيف ممكن ساعدونا. هذه قد تكون بادرة إيجابية، ولكن أنت اللي يتصل فيك ويطلب مساعدة ترفضه؟ لا ما بترفضه، لأنك أنت تربيت على مبادئ الشيخ زايد، واللي يطلب المساعدة نحن حاضرين له بنلبيه بالرغم من إساءاته. ونحن مرة ثانية أعيد وأكرر، خلافنا مع النظام الإيراني وليس مع الشعب الإيراني، أيضا خلافنا مع النظام القطري وليس الشعب القطري. ممتاز أبو محمد. الخط الفاصل بين تغطية نشاط الإرهاب أو تكون ناطق باسمه، شنو الخط الفاصل بين الموضوعين هذا، تغطية نشاط الإرهاب أو أنك تكون ناطق باسمه؟ شنو تعليقك؟ واضح الخط، أنت بتغطي حدث استوى، انفجار استوى، اختطاف استوى، ولكن أنت تتحول إلى منصة للترويج للأفكار، فهذا هو المشكلة. أنا بعطيك وأنا بصراحة الجزيرة مباشرة. الجزيرة في حين كانت خلنا نقول كل وكالات الاستخبارية تبحث عن أسامة بن لادن، الجزيرة كانت خبر حصري عندهم مقابلة، في حين كانوا يبحثون عن داعش الجزيرة كانت تحصلهم أمير هذا المؤمنين مالهم هذا الخريطي، فكانوا يحصلون بإمكان. كيف يعني هل هي شركة استخباراتية أم أنها مكالة أنباء؟ بس هنا الفرق، هنا أنا أقول اللي يوزن الخبر، هل هالخبر خبر دعائي؟ لأن يعني وكالات الاستخبارات الأمريكية بأقمارها الصناعية بعناصرها بطياراتها عجزت عن توصل وتحدد لها كيف أنتوا حصلتوا؟ فهاي النقطة اللي أترك السؤال لكل إنسان عاقل
يفكر فيها. ممتاز أبو محمد. حتى نلاحظ اليوم أيضا نشاط القنوات الإخوانية في تركيا وفي كثر من الدول. نشوف هو استهداف الإمارات، استهداف المملكة العربية السعودية، استهداف الكويت، استهداف مصر، كل ما من يحارب الإخوان ويكشف ضعف هذه القنوات تعمل. هل نجحت في التأثير على المجتمع العربي أو أنه ما لها تأثير؟ أنا أشوف أنه ما لها تأثير، ويمكن تأثيرها على البعض اللي يجهل. ويمكن يعني أعطتني النقطة اللي مدخل أنا بقولها الحين. أنا أقول أن الأخوان راجعين وياسين يرتبون أوراقهم، والأيام القادمة ستثبت عودتهم، أنهم ياسين يخططون لهالشيء للعودة من جديد، أصبحوا يحاولون العودة. وأفضل مثال عليها عودة ابنة الإرهابي آلاء الصديق وادعائها أن الفيلم اللي سووه، ولكن للأسف نحن عندنا شخص يعني البعض لا يقرأ، ويمكن عنده ذاكرة السمك الجولدن فيش ميموري، ينسى في خلال ثواني. يعني أنا كان وحدة بعدها تقولي والله أبو محمد أنت عقب ما نزلت الفيديو، أنا كنت أول ما شفت الفيديو مالها تعاطفت معاها. قلت له نعم، أنا هنا صدمت بهذا الشيء. كيف تعاطف؟ قالت لا كانت وايد تتكلم بعاطفي. يعني أنتوا ما تقوموا تسوون سيرش وشنو هي آلاء، منو شو الدور اللي سو، شو التحريض اللي سوته، كانت تحرض على قلب نظام النظام الحاكم في دولة الإمارات، وقالت نحن ماكلين شبعانين كيف نجلب النظام. يعني هي تعترف بأن هي كل السبل الراحة توفرت لديها، والحين تبغي تقلب النظام. كيف تقنع الناس يعني تقلب النظام الحاكم؟ يعني أبو محمد، يعني من كلامك اليوم في نشاط لعودة الربيع الشيطاني، في حراك في ليبيا، في حراك في مصر، في حراك في اليمن، في حراك في الكويت، في حراك بعض الدول، مواقع التواصل. هذه هل تتوقع تقدر تسوي اللي سويته ب 2010 و 2011؟ شنو أدواتها الجديدة لعودة الربيع الشيطاني؟ أدواتهم بأول بدأوا تنظيف كل ما كان موجود حولهم في السابق، الفيديوهات، المقالات، أي شيء كان يتكلم عنهم ويشرح يحاولون يمسحون ويزيلون ويطلعون لك الشخصيات الصف الثاني. تذكر أنا مرة كنت جالسين يجهزون الصف الثاني والثالث، الآن حان دور الصف الثاني والثالث والرابع، والأيام بتثبت هذا الخطر القادم. أنا أيدك أيدك أبو محمد. أبو محمد، أنت كونك عضو في المجلس الوطني لاتحاد يعني إمارة دبي، برأيك ما هو السر الرقم واحد في هذه الإمارة، في هذه الإمارة خاصة دبي؟ دائما تسعى دبي تكون الرقم واحد، شنو الشغف للصدارة هذا؟ والله يعني شوف الشيخ محمد بن راشد طول عمره يعني رفع البار عندك، فيقول لك أنا أبغي الرقم واحد، يعني رقم اثنين هو ما يأثر فيه. فأنت اوتوماتيكيا يعني هو شو سوى؟ خلق ثقافة فكر في الرقم واحد ما تفكر في الرقم اثنين. فأنت تقول أنا بجيب الثاني ما بيكون مؤثر، فأصبح تفكيرك دائما للمقدمة للطليعة، لدرجة أن إياه وقالنا أنا باكم تفكرون في 10X يعني 10 سنوات للأمام، ما سنة اخترع به. فيعني معناته كل ما ياه هو يرفع السقف التوقعات ويسحبك انت معاه، فانت لازم تغير. ايه، فهو جالس يسحب، هو يسحبك ترى بعد بيسحب الباقي. فبدت الناس تتكلم لا ليش نحن ما نكون مثل هذا. هذا ترى تاثير الشيخ محمد، والشيخ محمد له نوع من الكاريزما اللي تاثر على الواحد. يعني وانت كنت موجود ويانا في الملتقى الاعلامي يعني شايف. نعم، لا طبيعي، يعني دائما يختصر الكلام ويعطيك الزبدة ويقول لك هذا الطريق، يدفعك إلى التحدي لإنجاز. نعم. أي مخطط أو أي مشروع لتنفيذه على أرض الواقع، يبي الرقم واحد دائما أن تكون الإمارات ودبي بالصف الأمام.
لو قلت لك ابو محمد الشيخ محمد بن سعيد دائما قريب من الشعب، دائما يعني فزاع للدول، لو قلت لي ماذا يمتاز الشيخ محمد بن سعيد وتأثيره على الشعب الإماراتي؟ الشيخ محمد بن زايد خلينا نقول الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات ينظرون له إلى أنه الشيخ زايد وهو شبيهة، ودائما لو تلاحظ يحطون الصورتين مع بعض، يعني مقاربة لأعماله. الشيخ محمد بن زايد هو ابن الشيخ زايد، فله محبة له مع في قلوب الإماراتيين. يمكن البعض يموت من القهر من الشيخ محمد زايد وشال سيفه على الشيخ محمد زايد وكلامه وأقلامه وتكتب، ولكن الشيخ محمد زايد أعلى من أنه ينظر إلى أسفل حذاء. يعني الشيخ محمد الحمد لله واصل، ينزل ويقبل الكبير قبل الصغير على رأسه ويقوده معه. هذا تأثير أعتقد يصعب على من لم يعيش في دولة الإمارات يفهمه. أنا كتبت مرة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولة الإمارات علاقة أبوية. يعني إحنا تشوف أنت الطفل اللي لم يشاهد الشيخ زايد الله يرحمه، وأول ما يشوف صورته في التلفزيون قال بابا زايد، فينظر له نظرة أبوية. هاي العلاقة هي من ما تميزنا. يعني حتى في الكويت أنا شايف هالشيء، يوم يشوفون سمو الأمير قال له بابا صلاح، وهذا سمعته بإذني. ليش؟ لأن هنا العلاقة بيننا نحن علاقة أبوية. مجرد ما وصلت إلى العلاقة الأبوية انتهت هالخلافات. وكان النقاش أيضا مع أحد الأمريكان يتكلم عن مفهوم الديمقراطية، وقلت له تكلم ما عليه، لكن أنت أنا بعطيك مثال. أنت في عندك تستوي مشكلة ولازم ترفع للكونغرس والكونغرس يأخذ ما أدري إيش، وهذا أنت شو دوبة استوت المشكلة. الشيخ محمد بن راشد محمد بن زايد نزلوا الساحة خلصها في نفس اليوم. أنا بعطيك مثال، الشيخ سلطان مشكلة استوت على البث المباشر، هو اتصل وحل من هذه اللحظة. يعني أنت شو تفضل مقارنة؟ خلنا نسوي مقارنة، تنتظر إلى ما تتفاقم الأزمة أم تحلها من جذورها؟ نعم، وحل جذري. ممتاز محمد. السؤال الأخير، الوقت ممتع مر معاك بسرعة. دائما نرتبط كدول الخليج بالسياسات الأمريكية. جاء الحزب الديمقراطي، تعرف كان موقف أوباما وهيلاري كلينتون جدا سيء في منطقتنا ودعمهم للأخوان. اليوم ترامب يعني له سياسات معينة. أنت تشوف كيف نتعامل مع السياسات الأمريكية في المنطقة؟ شوف، أنا يوم يعني بداية الانتخابات كنت ترامب يفوز وفاز، لأن ترامب بزنس مان. صح. فأنت لازم تهيئ نفسك أنك تتعامل مع ترامب بطريقة البزنس، وهو إذا أنت محتاجه أكثر، يعني محتاج يوقف وياك للحد وكبح من أطماع إيران. وهو نجح، أنا أعتقد في وجهة نظري نجح بنجاح كبير في إيقاف التقدم والتكنولوجيا اللي كانوا بيوصلوا له لو ما وقف الاتفاقية. كان بتقدمهم في دعم الإرهاب بيتقدم، خلصنا من الإرهابي رقم واحد سليماني، مهندس سليماني هذه كانوا يعني خنجر في خسارتنا نحن. كم من العرب قتلوا على يد سليماني؟ خلنا نكون واضحين، آلاف مؤلفة. فلهذا يعني أنت في السياسة لا يوجد شيء اسمه 100% بتكسبه، لكن إذا وصلت إلى حل يرضي الأطراف، فأنا أشوف أن الحل يرضي الأطراف مع ترامب بالإمكان الوصول له. أما مع هيلاري كلينتون والديمقراطيين وأوباما
صعب لأن المنتاليتي مالهم هذيلا يفكر بينشر الديمقراطية على حسابنا وليست الديمقراطية مالهم. حتى ابو محمد اليوم اختلفنا كدول يعني الإمارات السعودية اليوم قد لا نتأثر بالقرارات الأمريكية. اليوم بدنا نفرض القرارات والتوجهات، موضوع اليمن، موضوع ليبيا، موضوع حتى البحرين إذا تذكره، موضوع السماح بالشغب اللي صار في البحرين أصبحت قرارات خليجية. شوف أي البحرين، أنا قلتها في البحرين، كانوا لدرجة أن شنط تنزل من السفن وتصير تسلم إلى هذا الجماعة، كان في دعم مباشر للوفاق وتأييد تام. الحمد لله البحرين ردت والبحرين ستبقى خليفية شاءوا أم أبوا، غصبا عن عينهم خلينا نقول بالعامية. محاولاتهم لخلق الربيع العربي انتهت، وتذكر أنا قلت لك الربيع العربي مجرد ما وصل الإمارات هي عبارة عن موجة. الربيع العربي الإمارات هي كاسر الأمواج أمام الربيع العربي، والحمد لله من هنا بدأت نهاية الربيع العربي للوطن العربي بالكامل وانقلبت الآية. والآن بإمكانك تشوف أنت المظاهرات والفوضى اللي كانت تخطط لنا طبقت عندهم. خلي أنا أشوف مو عشان شيء، وليس مع الفوضى وليس مع الإرهاب، ولكن خلي يذوقون جزء من اللي كان مخطط لنا. بس محمد الإمارات هي من أول الدول اللي رفعت شعار محاربة الإخوان المسلمين، الإخوان الشياطين، هذه الجماعة الإرهابية. يعني الإمارات من أول الدول العربية التي تصدت، وما زال تنظيم الإخوان يحاول الإساءة للإمارات والإماراتيين. شنو تعليقك؟ الإمارات واضحة مرة ثانية أعيد في هجوم في صراحة على أن الإخوان المسلمين هم خط الخطر، وهم بيتكاتفون وبيتعاضدون مع أي نظام ضدنا. أيضا مع الإيرانيين اتفقوا، مع الأمريكان، مع أي شيء. الهدف منه أن لتحقيق أهدافهم، تحقيق أهدافهم، فهو ما عنده أي مشكلة أنه يوقع مع أي حد لهدف نفسه. ويتنازلون عن حتى عن مبادئهم المثليين. بيتنازلون الحين ترى شفت يعني فلان يتكلم عن المثليين. فلان عندكم متكلم عن المثليين. يتكلم بحرية يعني. هذه المبادئ اللي يتكلمونها ممكن يتنازلون عن أمور كثيرة. أبو محمد أنت تشوف الآن مثلا السياسة الأمريكية تتغير حسب الحزب، لأن هناك أبواب مفتوحة إلى الصين، إلى روسيا، إلى الاتحاد الأوروبي. شنو تقيم المعادلة السياسية هذه؟ هل اليوم المستقبل تكون علاقاتنا جيدة مع الصين، والإمارات عندها علاقات جدا ممتازة مع الصينيين؟ شوف القوة القادمة هي الصين، شئنا أبين هذا قادمة قوة اقتصادية جبارة. خلنا نعترف لا يوجد أحد يمتلك السيولة المالية كثر الصينيين. يمكن هم حولوا الأزمة هذه إلى من أزمة قد تكون أزمة اقتصادية إلى بنافع. يعني أنت شوف الصينيين صدروا ما يقارب من مليار، ما أدري تلقون شيء، قالوا كمامات، كم ما أدري كم حجم كبير من أجهزة التنفس. أصبحوا هم من لديهم أجهزة التنفس، وأنا دخلت على الموضوع وشوف أبو محمد هم مصنع العالم. وأصبح تدفع بنرسل لكم يعني بوضوح، حولوا الأزمة هذه إلى انتصار اقتصادي. لهذا أنت بحاجة إلى الصين. فمفهوم أنه والله الصين وما أدري إيش، أنت في السياسة بحاجة إلى السياسة هي مصالح، فمصالحتنا أنا أشوف مصلحتنا مع الصين. أنا أعرف أن دولة الإمارات لها علاقات جيدة مع أثيوبيا وأيضا مع أرتيريا، يعني كان لها دور في عملية المصالحة. وين الدور الإماراتي في عملية سد النهضة بين أثيوبيا وفي مصر؟ هل هناك الآن حراك دبلوماسي
مساعدة مصر وحل الخلاف القانوني بين مصر وأثيوبيا؟ أنا لا أستبعد هالشيء، وقد تفاجأ يعني مثل ما فاجأنا الشيخ محمد وبتوقيع الاتفاقية بين أثيوبيا وأريتريا في العيد، قد نشوف مفاجأة جديدة. والدبلوماسية الإماراتية أنا يعني أتوقع مفاجأة في لقائنا، يعني بخبر حصري لقائنا في مفاجأة بهذا. أنا أتوقع، ما أعرف بالضبط لكن محمد أتوقع محمد ما أستبعد. أنا لا أتوقع، محمد يقول أتوقع، هو قريب يعني قد تكون له معلومة يعني. لا بس لازم تفهم يعني عندك الشيخ عبد الله بن زايد أكثر وزير يمكن قطع كيلومترات، لأن دائما في تنقل وفي سفر ومحاولة هنا واتصال وهذا، فلا تستبعد قوة العلاقة الشخصية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأثيوبي وبين محمد بن زايد والرئيس السيسي، قد نصل إلى اتفاق. ويمكن أنت شفت هذا يوم استوى الخلاف بين باكستان والهند، توترت إلى اتصال حل الموضوع وهدت الأمور. ما هي غريبة على الشيخ عبد الله بن زايد، ما لا أستبعد أن يحدث هذا الشيء بإذن الله. سؤالنا الأخير أبو محمد، قاعد أمدد في الأسئلة لكن مستمتع معك. سؤال أخير، شلون تشوف دائما هناك من يحاول أن يشوه العلاقة بين الإمارات ودولة الكويت؟ يعني أستغرب من بعض الحسابات الوهمية أو الأشخاص يعني الموجهين، يعني أنا أسميهم بعض المرات الضباب، محاولات الإساءة ما بين الإماراتيين والكويتيين. بدقيقة، شو تقول أبو محمد؟ العلاقة أكبر بكبير من أنه مغرد أو ذباب إلكتروني شكل ما قلت يسيء للعلاقة بين الكويت والإمارات. وأنا يعني أهلي في الكويت وبلغهم تحياتي، وخاصة الخالة موجودة هناك، فسعيد أني أوصل لها تحية. الله يحفظها إن شاء الله. أنا أبو محمد شاكر لك على الساعة الجميلة اللي كانت وياك وعلى صراحتك، اللي احنا تعودنا دائما في لقاءاتي وياك أن تكون صريح وتصيب الهدف. أتمنى إن شاء الله أزوركم في دولة الإمارات أو تزورنا ويكون هناك لقاء آخر نتكلم أيضا في كثير من القضايا. أنا شاكر لك أخوي ضرار على الله. هذا اللقاء، وأتمنى لك كل توفيق إن شاء الله اللقاء القادم في الكويت بإذن الله، وأنا متريع اللقاء هذا بإذن الله إن شاء الله. سعادة أخونا ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، شكرا لك من الكويت، إلى وسلام خاص إلى أهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج ديوان الملة. أدعو الله أن يحفظ الكويت والإمارات والأمة العربية. قولوا آمين.